يعني انا معديه ال 45 سنه، وكل اللي يشوفني ما يدينيش اكتر من 25 سنه. ليه بقى؟ انا بستخدم وصفات تحفه جدا. النهارده هعمل معاكم وصفه رهيبه جدا. الوصفه دي زالت لي التجاعيد، الاسمرار بالفازلين والصابون. اي اسمرار في جسمك هيروح، سواء في الكوع، في الركب، ما بين الفخذين، اي اسمرار بقع في البشره، تفتيح اكتر من 3 درجات بالفازلين والصابون. هنشوف النهارده هنعمل الخلطه ازاي. تابع معايا الفيديو يلا للاخر، وتنسيش بقى تشجعيني باللايك، عايزين لايكات كتير قوي الفيديو ده. هنبدأ الفيديو بتاعنا، ان شاء الله هيعجبكم، والنتيجة من اول مرة هتشوفيها. اول حاجة هبدأ ابشر زي تقريبا معلقتين او 3 معالق من الصابون. لو انت عندك الصابون الصغير ده برضو ينفع معانا، اللي هي البواقي بتاعة الصابون. هبشر حاجة بسيطة قوي، ويفضل يكون صابون دوف او الصابون الطبي. انا كده بشرت المعلقتين اللي انا عايزاهم اهو زي ما انتم شايفين. هبدا اعمل ايه بقى؟ معايا هنا البوله بتاعتي دي، هنبدا نضيف فيها الصابون اللي احنا بشرناه ده اهو. بصوا هما معلقتين اتنين، ولو انت عندك بواقي صابون ممكن تحطيها كده زي ما هي. وهنضيف عليهم ايه بقى؟ معايا هنا ده خل الطعام اللي انا بستخدمه في الاكل، او ممكن لو انت بشرتك بتتحسس من خل الطعام ممكن نستخدم المية العادية. انا هستخدم ربع فنجان اهو من الخل، وهبدأ اقلب بس كده الصابون. هنفضل نقلب فيه كده، هنبص نلاقيه تقل معايا وبقى عامل زي الكريم. شايفين بقى حبايبي؟ بصوا بقى عامل معايا قوام تقيل ازاي وزي الكريم. بعد كده بقى هبدا اضيف ايه؟ معايا هنا النشا او المايوزين او الكورن فلاور. هاخد معلقتين كبار وهبدا اقلب عشان القوام يتقل اكتر معايا. بصوا مجرد ما بحط النشا، بصوا بدا يتقل ازاي اهو. بصوا هاخد كمان معلقه عشان احنا هنظبط القوام حسب النشا اللي احنا بنضيفه. اقلب تاني. طبعا لازم نضيف المكونات بالتدريج، ما ينفعش اضيف كله مره واحده. كل ما نقلب اكتر كل ما بيتقل معايا اهو زي ما انتم شايفين. كده انا وصلت للقوام اللي انا محتاجاه. اخر حاجه بقى هضيفها معايا بقى في الوصفه دي، وهو الفازلين الطبي. ده بتجيبيه من الصيدلية، البرطمان ده تقريبا ب15 جنيه، ولو انت بتجيبيه من عند العطار ممكن تجيبيه سايل برضه هيكون ارخص، بس اتأكدي انه يكون عطار كويس. انا هاخد معايا هنا معلقة صغيرة من الفازلين اهو، وهبدأ اضيفها اخر حاجة. يعني بعد ما اضيف النشا واقلب هنضيف بقى الفازلين كده اهو، وبعد كده هنقلب اهو بالشكل ده. انا ليه بقى بضيف الفازلين؟ علشان يديني تنعيم حلو قوي للبشره، مش بس تفتيح. بفضل اقلب كده لحد ما القوام كله اهو. بصوا بصوا، يعني اكيد انتوا واخدين بالكم القوام بقى عامل ازاي بعد ما ضفت النشا والفازلين. ازاي بقى هستخدم الوصفه بتاعتي دي؟ طبعا بشرتي لازم اغسلها كويس جدا، وانا هستخدمه على البشره. لازم اغسل بشرتي كويس، او على جسمي اي مكان فيه اسمرار زي الكوع، الركب، المنطقه الحساسه، هغسله كويس جدا. وهاخد حاجه بسيطه كده، بصوا اهو، بصي بيتشال معايا بكل سهوله. ده بقى بصي، بصوا الملمس اهو. هناخد كده الكمية اللي تتبقى معانا، شيليها في التلاجة مش هيجرى لها اي حاجة، او ممكن شيلها في علبة صغيرة بس حطها في مكان يكون رطب في الغرفة. تمام اهو، وهسيبه كده على بشرتي 5 دقايق. لو هستخدمه لجسمي ممكن تسيبيه من نص ساعة لربع ساعة. هبدأ ادهن كده وادعك بالشكل ده اهو. اتفرجي بقى على البياض وعلى النعومة اللي هتشوفيها من الوصفة بتاعتنا دي. انا طبعا هسيبه 5 دقايق، هغسل ايديا وهوريكم النتيجة تحفة. بقلبي بقى النتيجة قدامكم. شايفين بقى فايدة الفازلين لما بضيفه على الصابون؟ بيديني ملمس ناعم جدا ليه الايه،
بجد حاجه تحفه تحفه جدا جدا. انا عايزاكم تستخدموها بقى المنطقه الحساسه، منطقه ما بين الفخذين، ممكن نستخدمها برضو تحت الابط. الناس بيبقى عندها في فصل الصيف الحر بيخلي ما تحت الابط ده اسود وبيبقى شكله وحش قوي، فانت لو عندك اسمرار سنين هيروح معانا بالخلطه الفظيعه اللي انا قلت لك عليها دي. بصوا كل ما بتستنى بتتقل معايا ازاي، يبقى انت بتنعمي وكمان بتفتحي وبتبيضي. حبايب قلبي ده الفيديو بتاع النهارده، ما تنسوش بقى تشجعوني باللايك، عايزين لايكات كتير قوي للفيديو ده، اكتبوا لي كومنتات كتير قوي. انتظروني في فيديو جديد مع جيجي كل حياتي. باي باي.